يعطيك العافية محمد، شكرا. الله يعطيك العافية. تمام يعطيك العافية. مرحبا، احنا طلاب طب سنة خامسة من جامعة اليرموك. اليوم رح نسأل الناس عن ارتفاع الدهنيات بالدم وعن أسبابه ومخاطره وكيف يحمي حالهم منه، واللي هو مشكلة طبعا شائعة بالمجتمع، ورح نشوف شو معلوماتهم عنه. يلا. محمد، عمرك فحصت الكوليسترول؟ نعم فحصت. كيف كانت النتائج؟ بوردر لاين. طيب ايش عملت عشان تنزل الكوليسترول؟ من الاشياء اللي عملتها اللي هي غيرت الدايت تبعي، صرت اركز اكثر على البروتين واقلل من الاشياء الفات والكارب، رياضه، ووقفت التدخين. مرحبا يا دكتور. الله يعافيك يا رب. بدي اسالك عن طبيعه اكلك، اكل صحي ولا اكل جاهز؟ هو اغلب الاوقات اكل صحي، واكل جاهز بكون مره مرتين بالشهر. عمرك فحصت عن الدهون بالدم او هيك؟ فحصت والحمد لله ما في شيء. فحصاتك تمام. تمام. بتمارس الرياضه؟ بمارس الرياضه، بلعب كره قدم. مستمر عليها؟ مستمر. طيب بدي اسالك، حدا عندكم بالعيله تشخص عنده ارتفاع بالكوليسترول بالدهون؟ لا الحمد لله. مرحبا، كيفك؟ ممكن تعرفني بحضرتك؟ محمد. اهلا وسهلا محمد. محمد، من بعد اذنك بدي اسالك عن طبيعه اكلك، هل بتعتمد على الاكل الصحي ولا بتعتمد على الاكل الجاهز؟ يعني خليط بينهما. خليط بينهم؟ طيب لو بنحكي يعني كم مره بالاسبوع بتاكل اكل جاهز؟ مره او مرتين. مره بالاسبوع. تمام. طيب بدي اسالك، عمرك قست الكوليسترول بالدم عندك؟ لا. ما عمرك. تمام. في حد بالعائله عندك مشخص مرض الكوليسترول؟ لا ما في. حد بالعائله عنده ارتفاع نسبه الدهون بالدم؟ هيك. شو بقرب لك؟ يعني 6. تمام. بتعرف كيف تتعامل معها او بتعرف تعطيها نصائح عن هذا الموضوع؟ لا صراحه. تمام. اول شيء انا بدي اعطيك النصائح اللي لازم تحكي لها اياها. طبعا اول شيء لازم تنزل وزنها اهم شيء، ولازم تعمل رياضه لو انه مشي خفيف لانها كبيره بالعمر طبعا رح تكون، مرتين بالاسبوع او اي رياضه خفيفه طبعا، ولازم كمان انها تاكل اكل صحي وتبعد عن الاكل المليء بالدهون، وإذا بتدخن لازم تبعد عن التدخين وطبعاً الكحول وكل هاي الأشياء. بالنسبة للأمراض اللي ممكن يسببها مرض ارتفاع الكوليسترول في الدم، ممكن يسبب جلطات، ممكن يسبب السكري، ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم. وبالنسبة للأعراض ممكن ينتج عندنا نتوءات صفراء على الجلد والعين. يعطيكم العافية. الصحة هي أعظم نعمة يمنحها الله للناس، فحافظ عليها ولا تهملها.